السلام عليكم. شرح تمرين وايد جريب بالدمبل. عشان العب التمرين ده صح، اول حاجه الايد دي هتبقى في مستوى الرجل دي، والرجل دي هتكون في مستوى الدمبل ده. تاني حاجه ظهري مش عامل كده، انا ظهري مسطره، ظهري مفرود. تالت حاجه ببدا اجيب الدمبل، وفي نفس الوقت المره اللي فاتت احنا بنلعب درو ده العادي، لا الوايد جريب انت بتبقى فاتح ايدك كده وببدا اطلع واعصر. انا ايدي مش عامله كده زاويه 90، لا هي داخله سنه بسيطه اهي، وابدا وانا طالع، طالع في ثانيتين وانزل في اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه، وانا بطلع باخد بطلع النفس بتاعي ونازل، باخد النفس وانا طالع، طلع النفس ونازل، باخد النفس. تعال نشوف اليد التانيه، برضو الرجل مساويه الايد والدمبل مساوي الرجل، ظهري مفروض مسطره مفتحه ايه، بطلع وبنزل، طلع في ثانيتين، واحد اتنين، وبنزل في اربع ثواني وانا طالع، طلع النفس ونازل، باخد النفس. وده كان شرح تمرين دمبل رو وايد جريب. السلام عليكم. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعم القناة بلايك شير كومنت، ولو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس.